أهلا بكم مشاهدينا في برنامج بالحبر الأسود الذي نتناول فيه أهم المواضيع التي نشرت في الصحافة العربية والعالمية ليوم الاثنين المصادف 16 من يونيو. بداية مع الشرق الأوسط، المالكي يطلق الجيش الرديف ومطالب بتوضيح فتوى السيستاني. أعلن في بغداد أمس أو أعلن في بغداد أمس عن تشكيل مديرية الحشد الشعبي بهدف تنظيم عملية التطوع الشعبي بناء على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بما سماها الجهاد الكفائي لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وقال مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في مؤتمر صحفي عقده أمس إن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بتشكيل مديرية الحشد الشعبي لتنظيم تدفق المتطوعين. وأضاف أن عملية التطوع ليست وقتية بل ستكون بمثابة جيش رديف تحدد له مهمات مستقبلية لحماية العراق. بدورها طالبت كتل سنية بتوضيح مفهوم الجهاد الكفائي. وفي هذا السياق طالب ائتلاف العربية الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلق في بيان المرجعية بإيضاح ما صدر عنها. وبينما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنظيره العراقي هوشيار زيباري أن بلاده ملتزمة بدعم العراق ضد داعش، أعلنت واشنطن نقل بعض موظفي سفاراتها في بغداد إلى أربيل والبصرة وعمان بسبب الوضع المتوتر، وأضافت أنها سترسل عناصر أمنية لحماية السفارة في بغداد. على صعيد آخر، يبدو أن تنظيم داعش الذي نشرت مواقع جهادية صورا لمقاتليه وهم يعدمون العشرات من عناصر الأمن في محافظة صلاح الدين نجح في إغراء بعض النازحين من الموصل إلى أقليم كردستان بالعودة حول توفير الوقود والطعام أو بوعود حول توفير وقود وطعام رخيصين وخدمات ماء وكهرباء أفضل من السابق فضلا عن الاستقرار الأمني. ومن الشرق الأوسط إلى الحياة التي كتبت، بريطانيا تحضر تنظيم داعش. أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين أنها ستحضر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. ونشرت وزارة الداخلية البريطانية مسودة مرسوم يدرج التنظيم تحت قانون الإرهاب البريطاني. ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا المرسوم يوم الخميس المقبل قبل بدء سريانه يوم الجمعة. وسيجرم الحظر انتماء أي شخص في بريطانيا للتنظيم أو ترتيب اجتماعات لدعمه أو ارتداء ملابس توحي بأنه عضو أو مؤيد للتنظيم. وقالت الحكومة البريطانية إنها ستضيف 4 جماعات أخرى للقائمة المحظورة، هي جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري التركية وكتيبة الكوثر وكتائب عبد الله عزام وجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتحضر بريطانيا أكثر من 55 جماعة تعتبرها منظمات إرهابية دولية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. من جهتها كتبت جريدة الأهرام ضمن سياق التحالفات الانتخابية: موسى يبحث معايير الترشح و5 أحزاب في تكتل الوفد واليسار يوسع ائتلافه. تشهد الساحة السياسية سباقا بين الأحزاب والقوى السياسية لبناء تحالفات تمكنها من حصد أغلبية المقاعد في البرلمان المقبل، حيث يعقد التحالف الذي يقوده عمرو موسى اليوم اجتماعا لبحث إمكان تشكيل لجنة عليا من قيادات الأحزاب المشاركة معه لوضع معايير اختيار مرشحي التحالف، وذلك بعد تعثر المفاوضات حول نسب المشاركة في القوائم والترشح على المقاعد الفردية. وفيما وصف بأنه انسحاب من تحالف عمرو موسى، أعلن اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق أنه سيعيد النظر في المشهد السياسي الحالي لحين ترسيخ مفاهيم العمل الوطني من خلال برلمان يعمل لمصلحة الوطن. وقال في بيان أصدره أمس: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القوى والرموز الوطنية على الثقة التي منحوني إياها طيلة الفترة الماضية من أجل العمل على بناء تحالف يسعى إلى ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية. ويأتي هذا التطور عقب انسحاب حزب الوفد من ائتلاف عمرو موسى وتدشين تحالف جديد تحت اسم الوفد المصري. في الوقت نفسه أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن تحالف الوفد المصري هو الوحيد الذي يشارك فيه الحزب ويضم أحزاب المصري والديمقراطي والإصلاح والتنمية والمحافظين والكتلة الوطنية والوعي، مشيرا إلى أن التحالف ليس انتخابيا وإنما سياسي مبني على وثيقة سياسية تم تكليف الدكتور عمرو الشوبكي بوضع بنودها.
من جانبه أعلن عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تيار اليسار بصدد تشكيل تحالف أوسع من التحالف الحزبي الذي أيد حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية. وإلى الصحافة العالمية، حيث قالت الجارديان إن عملية اعتقال في العراق كشفت عن شبكة داعش الجهادية وثروتها التي تقدر بملياري دولار، وقالت إن ضبط 260 فلاشة كمبيوتر كشفت عن القصة السرية لداعش. وتقول الجارديان في تحقيق لمراسلها في بغداد مارتن تشلوف إنه قبل يومين من سقوط الموصل في يد داعش كان القادة العراقيين يستجوبون واحدا من أكثر الرجال الذين يتمتعون بالثقة في داعش والمعروف داخل التنظيم باسم أبو حجار. وبعد أسبوعين من الاستجواب قال حسب ما أفاد مسؤول بالمخابرات العراقية أنتم لا تدركون ما فعلتم، فالموصل ستصبح جحيما هذا الأسبوع. وهاجم الكاتب البريطاني روبرت فيسك في الاندبندنت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لقوله إن عدم تحرك الغرب في سوريا أدى إلى الأزمة العراقية. وقال فيسك في مقاله بالصحيفة بما أن قصف سوريا كان يمكن أن يؤدي إلى وصول نفس الإسلاميين الذين يهددون بغداد الآن إلى السلطة في دمشق، فكان من الرحمة أن أوباما لم يستمع إلى أمثال توني بلير. ويقول فيسك إنه قضى عدة أيام في التنقل بين ثلاث مدن سورية، ووجد أنه من المفيد أن يتأمل ما يسعى إليه المعارضون السوريون الذين يدافع عنهم بلير. ويشير الكاتب إلى أن مدينة حلب التي استعادت قوات الحكومة السورية السيطرة عليها مؤخرا لا يزال الإسلاميون يسيطرون على كثير من المناطق حولها. وبنظرة إلى حلب اليوم التي يمكن أن تكون كالموصل لو فاز المسلحون الذين يطلق عليهم فيسك وأصف أصدقاء بلير، ولو قام الغرب بالتحرك ضد نظام الأسد تجد أن قوات الحكومة والمدنيين يحفرون على عمق 20 قدما في الشوارع من أجل هدم الأنفاق التي يستخدمها مسلحو داعش وجبهة النصرة لمهاجمة أعدائهم، وقد تم تفجير مباني حكومية بأكملها في منطقة حلب. وكتبت الديلي تيليغراف سفير بريطاني السابق نحصد ما زرعناه في العراق عام 2003. يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير انتقادات واسعة لإلقاء لوم تجدد الصراع في العراق على الجيل الحالي من القادة السياسيين في المملكة المتحدة، نافيا أن يكون الغزو الأنجلو أمريكي عام 2003 لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين سببا في الفوضى والعنف الحالي. وقال بلير في تصريحات لراديو بي بي سي الأحد إن رفض القادة السياسيين الحاليين التدخل في الحرب الأهلية في سوريا خلق ظروف ملائمة لازدهار جماعة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام داعش التابعة لتنظيم القاعدة في هذا البلد قبل التقدم إلى المدن الرئيسية في العراق. وتقول الصحيفة أن تصريحات بلير تسببت في موجة واسعة من الغضب والسخرية من قبل حلفائه السابقين والنواب الذين صوتوا ضد الضربات المقترحة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي. وفي الختام تحدثت التايمز داعش تحيي أمال الأكراد في تأسيس دولة كردستان. قال صحيفة التايمز إن العنف في العراق وحالة الفوضى التي تشهدها شمال البلاد وفر فرصة ثمينة للأكراد للحصول على استقلالهم الكامل عن بغداد وتحقيق حلمهم بإقامة دولتهم كردستان. وبحسب تقرير مايكل بينيون محرر الصحيفة البريطانية فإن المقاتلين الأكراد استولوا على كركوك التي تعد من أغنى المدن العراقية بالنفط والتي ينظرون إليها باعتبارها عاصمة بلادهم المستقبلية، كما أن البشمركة على أهبة استعداد لمواجهة أي اعتداء من قبل قوات الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام داعش التي تتجه إلى الجنوب باتجاه بغداد. وأوضح كاتب التحليل وفق مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي التي تتخبط في مشاكلها ليس بمقدورها حاليا منع الأكراد من بيع البترول في السوق المفتوحة. ويحظ الكثيرون في أربيل عاصمة أقليم كردستان رئيس الوزراء نجرفان بارزاني بإعادة رسم حدود الإقليم الذي فرض عليهم من قبل بريطانيا وفرنسا والإمبراطورية العثمانية، وإعلان انفصال إقليمهم عن الدولة العراقية في ظل حالة الهلع التي تعيشها بغداد ووسط الانتصارات التي تحققها داعش على الأرض. كنا معكم مشاهدينا في جولة مع الصحافة العربية والعالمية، موعدنا معكم غدا ودمتم بخير.